سيد كمال، لماذا أنت هنا بإسرائيل؟ أنا هنا لأنه الغائب الوحيد عن القرار الدولي اليوم هو الشعب السوري، مع أنه هو المعني أساساً، فيجب أن نسمع صوتنا ويجب أن ننقل معاناة هذا الشعب ونقول هناك شعب سوري معتدل قادر على أن يكون شريك في هذا التحالف، وهو الخيار الحقيقي الذي يجب أن يعتمد فيه في سوريا. ليس علينا أن نختار بين بشار أسد وبليشياته أو بين الإرهاب وعصاباته، وبالتالي نحن موجودون، نحن نريد أن نكون شركاء في صناعة مستقبل آخر، نريد الحرية والديمقراطية. لا يمكن محاربة الإرهاب بالديكتاتورية ولا الجريمة بالجريمة، يجب دعم الشعب السوري الحقيقي اللي أنا أثق فيه واللي أنا أمثله. الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان في سوريا والمحجر وفي كل مكان، مرحبا. الفيديو اللي شفتوه هلا سأتحدث عنه في نهاية هذا في نهاية هذه الجلسة، لكن هذا الكلام أو الذي قاله المعارض السوري الدكتور كمال لبواني، لو كان مكانه مظلوم عبدي أو إلهام أحمد أو هوشان غوسي أو عبد الحكيم بشار أو محمد إسماعيل أو مين ما كان، يعني ماذا يعني كانت ستكون ردة فعل كمال اللبواني حيال الشخص الذي يتحدث في إسرائيل أو المذكورة أسماءهم في إسرائيل على قناة إسرائيلية، طالما هو شخص كتير وطني ويتحسس من التعامل مع الإسرائيلي ويتحسس من المشاريع الإسرائيلية في المنطقة. يعني أسرلة الناس وأسرلة التيارات الكردية أو الشخصيات الكردية يعني صارت يعني شغلة اللي ما عنده شغل، أو يعني العلك التي يمجها ويلوكها الكثير من العروبيين والمتبعثنين اللي تسربوا إلى أجسام المعارضة السورية تحت عناوين كثيرة، يعني الإسلامية، العلمانية، اليسارية، الليبرالية، القومية، تختلف التصنيفات، لكن الذهنية العنصرية في التعامل مع الشريك الكردي واحدة، رضعوا من نفس الثدي الأيديولوجي الفاشي، ما فيها الاختلافات الكثيرة. طبعا هذا الحكم حكم القيمة لا يمكن تعميمه، يعني لا يخلو الأمر من وجود فعلا ديمقراطيين حقيقيين وليبراليين حقيقيين ومعارضين حقيقيين وطنيين، لكنهم وسط هذا الكم المهول من البعثيين في ضفة النظام وعلى ضفة المعارضة، الوطنيين الحقيقيين صاروا عملة نادرة وقلة قليلة، يعني على وشك الانقراض. موقفي من حزب العمال الكردستاني واضح، ولست في حاجة إلى التكرار لمن يريد أن يفهم. يعني موقفي من قسد وانتقاداتي لقسد أيضا واضح وجلي، وجل هذه الانتقادات إن لم يكن كلها في الإطار الوطني السوري الكردي السوري والوطني السوري العام. وبالتالي أنا لست في وارد الدفاع عن نفسي في هذا الخصوص، لست في امتحان يعني، ومن يمتحنني بكل تأكيد لن يكون كمال اللبواني ولا يعني تكوينات المعارضة الموجودة. يعني المعارضة خلال السنوات 13 الأخيرة
صارت مكشوفة. يعني نحن امتحنا النظام طيلة 50 سنة 60 سنة من 63 وحتى الآن، وامتحنا المعارضة كمان، الشعب السوري المعارضة والنظام يعني صاروا مكشوفين ومفضوحين أمام الشعب السوري وأمام العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وحتى العالم. يعني ما حدا، الثقة تقل بالمعارضة ثقة دولية، ومع انحسار وضمور الثقة بالمعارضة وتكوينات المعارضة، طبيعة الحال سيكون العالم والمجتمع الدولي بين خيارين، السيء والأسوأ. لما بيكون المعارضة سيء ونظام أسوأ، سيختار المجتمع الدولي المعارضة. لكن إذا كانت الآية معكوسة والمعارضة أسوأ من النظام، طبيعي سيحافظ المجتمع الدولي على استمرار النظام، وهذا ما جرى. يعني هذا الذي حدث وحتى هذه اللحظة. يعني سؤال يتبادر إلى ذهني، أنه هؤلاء المعارضين اللي في منهم حاصلين على إجازات وشهادات ودراسات عليا ودرجات الماستر والدكتوراه في البلدان الأوروبية، وحمل جنسيات أوروبية، وعاشوا في هذه البلدان، في بلجيكا، في سويسرا، في ألمانيا، في فرنسا، في أمريكا، في بريطانيا، إلى أي درجة استفادوا من تجارب هذه الدول؟ إلى أي درجة العيش في هذه الدول والتنعم بديمقراطيتها وليبراليتها ووطنيتها جعل من هؤلاء المعارضين السوريين ديمقراطيين وليبراليين ووطنيين حقيقيين؟ بيشوفوا الوطن السوري ناقص بدون الكرد، وبيشوفوا الوطن السوري ناقص بدون السريان وبدون الأرمن، ويعني ما بيركزوا انه سوريا عربية لانه اغلبيتها عربية، وبعدين سوريا مسلمة لانه اغلبيتها مسلمة، وبعدين سوريا سنية لانه اغلبيتها سنية. ما بيحكوا بهذا المنطق. يعني لما بيجي واحد من البيئات الاخرى، علوي او درزي او كردي او سرياني او شركسي، بيحاول يطرح مشروعه الاندماجي الوطني مع الحفاظ على هويته القومية المذهبية المناطقية، بيهاجموه، بيسموه فلول وأقليات وكذا، مثل ما حكى اللبواني واستشهد بحكم البابا. طبعا في الأزمات والمحن تزول تلك الطبقات، تلك المساحيق. يعني واحد ممكن يجي بيحاكيني ويحاضر في الوطنية وفي الديمقراطية في الليبرالية، لكن في الأزمة تسقط هذه الأقنعة، ويعني يسقط القناع على القناع كما قال الراحل محمود درويش، يعني تظهر البطانة الحقيقية الأيديولوجية والعقائدية والمذهبية والدينية وكل هذه التفاصيل. يعني الوعي الوطني والسلوك الوطني بيكون، والديمقراطي والليبرالي بيكون على المحك أثناء تناول التفاصيل، تفاصيل المجتمع، تفاصيل الدولة، تفاصيل الحياة العامة في بيئة وطنية صحية ديمقراطية حقيقية. أنا لا أعلم، يعني أحيانا بنصدم من معارض سوري بيكون عاش مثلا 30-40 سنة في باريس في مدينة الأنوار، وبيجي لما بيحاكيني بحسه وكأنه طالع هلا من اجتماع لحزب البعث، اجتماع يعني طالع جديد من اجتماع حزبي، يعني بصرف النظر عن مستوى هذا الاجتماع، لجنة مركزية، قيادة قومية، قيادة قطرية، من هالسخافات. يعني بحس انه هذا البني ادم يعني كان في باريس وما كان في باريس، كان في برلين ولم يكن، كان في واشنطن
ولم يعش في واشنطن، كان في لندن 30-40 سنة وكأنه لم يعش فيها يوما. يعني ليش؟ يعني هل مستويات التكلس والدوغما العقائدية الموجودة في الوعي كانت من الصلابة والقسوة، بمكان أنه لم تتسرب إليها أفكار الديمقراطية والعلمانية الفرنسية أو التجربة الألمانية أو التجربة البريطانية أو التجربة الاسكندنافية؟ في معارضين سوريين بيعيشوا في الدول الاسكندنافية وبينعموا فيها، لما بتجي بتحاكيهم بتحسهم وكأنه يعني طالعين من عند صدام حسين أو من عند حافظ الأسد، ومدججين يعني بكل خرافات وأوهام وشائعات والأكاذيب التي أنتجها نظام البعث في العراق وفي دمشق. مشكل يعني العبء الملقى على كاهل السريان والأرمن والكرد والتركمان والشركس لإعادة دمقرطة الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة أو المعارضة في سوريا عبء ثقيل جدا، والأكراد في ضمن هالحالة المتنوعة حضاريا وإثنيا وقوميا، وأنا أقصد سوريا، يعني أنا كيف فيني أقنع كمال اللبواني وهو في هذا السن وبعد هذه التجربة، وهو على أساس مؤسس التيار الليبرالي الديمقراطي في سوريا، بده يقدم لي تجربة ليبرالية معتدلة وهو مدجج بالعنصرية والفاشية تجاه الكرد؟ مدجج يعني. طيب كيف بده يقنعني انه بالفعل هو ممثل وبديل حقيقي لبشار الاسد وحافظ الاسد؟ هو لم يستطع ان يقنع الاسرائيليين ولا الامريكيين ولا الاتراك ولا العرب. كيف بده يقنع السوري العربي قبل الكردي، المسيحي قبل المسلم، العلوي قبل الدرزية والإسماعيلية والسني؟ واحد يسخر من هذه التنوعات الموجودة، يعني تنوعات الوطنية، وبيقدم نفسه على أنه يعني شو هالفكر الليبرالي والديمقراطي اللي بيمثله هذا الكائن، يعني هذا المعارض السوري، طالما هو يتعامل مع الملف الكردي بهذه السذاجة والتهافت. كثيرين من الأصدقاء كانوا يطالبونني بأنه أن أرد عليه يعني، لكن أنا ليس لدي هذا الوقت الكثير لكي أسرفه أو أصرفه في الرد على أمور لا تستحق الرد. يعني هو ليس بمؤرخ حتى أرد عليه بالتاريخ ولا بالسياسي المتمرس العلامة الملم بكل هذه التفاصيل طبقا للمحتوى الذي يقدمه. مثلا الفيديو الأخير موقفه من قسد، يعني موضوع مش قسد كثير، يعني هنالك الكثير من كمال لواني في المعارضة وفي النظام السوري بأسماء أخرى، يعني بحجة انتقاد قسد أو شجب أو إدانة قسد والبيكيكي، هنالك محاولة لسحق الوجود الكردي. أنا كيف فيني يعني إقنع محمد جمال بارود أنه على خطأ؟ صعب صعب، ليس لأنه على حق، صعب لأنه هو متمترس وما عنده استعداد، ما عنده الاستعداد لحتى يناقش في أمور باتت من بديهيات التي لا تستحق النقاش. كيف بدي أقنع مثلا مهند القاطع أو القاطع؟ كيف بدي أقنعه؟ يعني هذا بينام وبيصحى وبيدور على شيء أنه ينفي فيه
وجود الأكراد في سوريا أو يقلص أو يقلل أو يقزم أو يحجم الوجود الكردي، لأنه هذا الوجود بوصفه وجودا تاريخيا وبوصف الجماعة الكردية شعبا يبتنى عليه طبقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، هو من هاي الأرضية، من أرضية الاستهداف، لكي تلغي مظلومية وتلغي استحقاقات هذه المظلومية، ينبغي أن تلغي الوجود التاريخي لهؤلاء المظلومين اللي هن كرد. هذا سلوك يشبه يعني مساعي الإلغاء الفاشلة، يا ريتها أثمرت، يعني مساعي المساعي اللبوانية والقاطعية والبارودية وكل التصنيفات وحكم البابا وغيرهم الله يرحمه، يعني هاي المساعي لن تتكلل بالنجاح، يعني كان غيرهم أشطر. نظام حافظ الأسد حاول، نظام صدام حسين استخدم الكيماوي يعني ضد الأكراد، الاعتقال، القتل، المقابر الجماعية، وفشل. حافظ الأسد فشل، بشار الأسد فشل. يعني هل كمال اللبواني بذلك المستوى من القدرة على إزالة الأكراد من الوجود، يعني حتى تطمئن سريرته وينام قرير العين على مستقبل سوريا؟ صعب. فهون المشكل، يعني مشكل انه المعارضة السورية والمعارضين السوريين فشلوا في تقديم أنظمة حتى او نماذج للحكم والإدارة حتى على المستوى النظري، مش بس العملي، حتى على مستوى النظري، لانه يعني بيحكوا لك 10 ساعات في الوطنية لكن على المحك تسقط كل هذه التنظيرات. وسبقا يعني أتيت حول هذا في مناسبات أخرى وتكلمت عن مسألة الوعي الوطني والمراس الوطني لدى السوريين حتى في الحقبة الوطنية في فترة الخمسينات اللي بنقول عنها حقبة وطنية. يعني فمناسبة هذا الكلام الفيديو اللي نشره الأستاذ الدكتور الفاضل كمال اللبواني، وتضمن يعني إساءات بشعة للكرد السوريين. وجودهم، يلا مش مشكلة، رح أحاول أحكي عن الوجود الكردي شوي، يعني بيتعامل معهم كأنه لاجئين وكذا ومن هالتفاصيل، يعني بأسلوب كتير كتير ركيك وهزلي ومتهافت. سأحاول في هذا الفيديو الرد، لكن أحيانا يأتي البعض، يعني مش بس العرب، الأكراد كمان، يعني بتجي بتنتقد معارض كردي بيقول لك لا أنت من أنت، هذا اعتقل، هذا معتقل سياسي، معتقل سياسي سابق، وهذا كذا وهذا. يا أخي يعني يا أخو يا عزاء يا أخوات يا عزيزات، يعني الاعتقال السياسي ليس سك براءة أبدية أو تفويض مطلق لكل ما يبدر عن المعارض أو المعتقل السياسي، لا. يعني في كثيرين من المعتقلين اعتقل نتيجة قناعات، ولكن هذه القناعات والاعتقال السياسي تبعه يعني مش أرضية أخلاقية سوية لاستهداف جماعة بشرية أخرى، لاستهداف قضية أخرى بأسلوب أقل ما يقال فيه بأنه عنصري. خلونا هيك نحط المواضيع، يعني مسألة الاعتقال السياسي والسن والأمور، يعني أنا يفترض بكمال اللبواني مع حفظ الألقاب هو الذي أن يراعي المقام ولا ينزلق به المقال أو القول،
إلى ما ينعكس أو يعود سلبا على مقامه بوصفه معارضا، بوصفه طبيبا، أو بوصفه سجينا سياسيا أو سجين رأي وما إلى ذلك. فهو هو اللي لازم يحافظ على هذه الكينونة ويكسبها المزيد من المصداقية والتوازن والوطنية والليبرالية والاعتدال. هذا يعني كان المقصد. يعني كمان اللبواني اعتقل عدة مرات، يعني على خلفية نشاطه السياسي في فترة ربيع دمشق، وآخر فترة اعتقل فيها 2011 في نوفمبر 2011، وأفرج مع ما أفرج عنهم الجولاني والإسلاميين والمجرمين وكذا. ومن ضمنهم أنتم بتتذكروا النظام السوري في أفرج فتح باب السجون للكثيرين، يعني في تلك الفترة في شهر نوفمبر 2011، وراح تشوفوا يعني أسفل هذا الفيديو رابط يشير إلى بعض الإحصائيات والأرقام من ضمن اللبواني. أهلا وسهلا على العين والرأس يعني. وأعتقل في نفس الشهر وأفرج عنه في نفس الشهر. الاعتقال ينبغي أن يكسبه قدر من اللباقة والكياسة، أنه يحافظ على حرية الآخرين أكثر ما يحافظ على حريته هو. حرية الناس في التفكير، حرية الناس يعني ما هذا بيصادر وجود الناس، بيصادر تاريخ الناس. يعني نفس السلوك على يعني السلوك الإسرائيليين اللي بيحاولوا، هذا السلوك اللي موجود عند المعارضة السورية، الإسرائيليين اللي بيحاولوا يشوفوا شيء أثر أركولوجي أو تاريخي يدل على وجودهم في فلسطين، مشان يأسسوا على هذا الأثر شرعية دولة إسرائيل. على المقلب الآخر بنشوف المعارضين السوريين بيحاولوا ينسفوا في المئات والأطنان من الوثائق والمعطيات التاريخية اللي بتأكد وجود الأكراد، بيحاولوا ينسفوا هذا الشيء لكي يلغوا الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية التي تبتنى عليها. شوفوا يعني المقاربة، إسرائيليين بيحاولوا يأكدوا وجودهم، ما بينفوا وجود الفلسطينيين بس بيحاولوا ضمن هذا الوجود يأكدوا وجودهم، والمعارضين السوريين بيحاولوا يلغوا الوجود التاريخي في سوريا قبل سوريا، قبل ولادة سوريا ككيان يعني ونظام سياسي، وبيعتبرون لاجئين ومهاجرين ومن هالكلام التافه. طبعا بعض الأكراد أيضا انزلق بهم المقام لأغراض سياسية لهذا يعني ما يجي لي مهند القاطع ويقول أوجلان حكى هيك، أو محمد جمال بارود، أو كمال اللبواني. أنا بعرف ليش أوجلان حاكي أنه الأكراد الموجودين في سوريا كذا ولا، يعني في هاي الجزئية، في هاي الجزئية أوجلان ما يصير قدوة لألون في جزئية نفي الوجود الكردي، نفي القضية الكردية. وفي مسائل تانية أوجلان بيصير عندهم انفصالي وإرهابي وما بعرف شو كذا، فيما يتعلق في مسألة الحاق الضرر بالوجود الكردي التاريخي والسياسي والقومي والثقافي في سوريا واستحقاقات الوطنية والديمقراطية دستوريا، ما يكون سند عبد الله أوجلان عندما تقتضي الحاجة، وبيروحوا بيهاجموا عبد الله أوجلان وحزبه وملاحق هذا الحزب عندما بيحاولوا يوسعوا الدائرة لاستهداف كل الأكراد. يعني هذا شيء لا يستقيم مع الكياسة الثقافية ومنطق البحث العلمي والأمال العلمية في تناول الأدلة والبراهين ومنطق المحاججة، مشان اطالعوا أجلة من هذا الموضوع. يعني هلا بدي حاكي طبعا استاذ كمال اللبواني الدكتور المثقف المعارض، ما بعرف يعني مدى اطلاعه وقراءته على التاريخ. يعني هل أنا ما رح أحكي عن الميديين بيعمل حاله مؤرخ ويعني بيحكي في
حقبة ما قبل الميلاد وكذا، حتى بيحاول ينفي علاقة الكرد بالمديين اللي التي يعني قتلت بحثا ودراسة وأشبعت في جامعات يعني وفي مصادر تاريخية لا حصر لها. هو جاي يعني على المرتاح بده ينفي علاقة الكرد بالمديين، وإذا كانوا مديين فالمديين فرصوا من هالكلام هذا. يا أستاذ كمال، حط المديين على جنب وهيك تقبلني كتلميذ، كأخ صغير يحاول أن يصحح لك بعض الـ الأفكار المغلوطة، المعلومات المغلوطة المبني عليها أحكام مغلوطة. إذا أنت بتقر بوجود الكرد في مصر، وهذا مثبت بمصادر وبمراجع، إذا بتقر بوجود الكرد في الخليل في فلسطين وفي صفد وفي القدس، إذا بتقر بوجود الأكراد في الأردن ومش في درعا، في درعا في درعا روح اسأل عن العوائل الكردية في درعا، وإذا بتقر بوجود الأكراد في الساحل السوري وفي منطقة الغاب وفي اللاذقية وفي دمشق، ما ننسى دمشق يعني، ويعني يعني أنت لا تستطيع أن تنفي كل هذه المسائل. قبل أن تنفي وجود الأكراد في الشمال السوري يا عزيزي، عليك أن تنفي وجود الأكراد، يعني تروح جنوبا، تروح على الأردن، على فلسطين، على 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 مصر، على لبنان، على لبنان يعني، وبعدين تجي على دمشق وهكذا. أنت وكثيرين من الكتاب والباحثين والمعارضين السوريين، لكي تنفوا وجود الأكراد في الشمال السوري يفترض بكم أصولا وعرفا وعقلانيا أنه تنفوا هذا الوجود المترسخ في مصر منذ الحقبة الأيوبية. أنت بتعرف يعني شو الحقبة الأيوبية؟ يعني منذ الحقبة الأيوبية، أيوبيين موجودين حتى الآن في الأردن وفي لبنان وفي مصر. يعني ما تجي تحكي لي وتقول لي يعني الأكراد مهاجرين ولاجئين. طيب لنفترض على صحة كلامك، رح أجي معك مش مشكلة، لأنه أنا هدفي أنه مش أن أقنعك، لكن الـ 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 المهابيل والمساطيل اللي بيقتنعوا بكلامك، اللي هذا الكلام اللي بيغذي عندهم النزوع القومي والتفوق القومي والكراهية والعدوانية ضد الكرد، أنا بحاول يعني أخاطبهم كمان عندما أتكلم معك. طيب لنفترض أنه الوجود الكردي في الشمال السوري مهاجرين، إيمتى هاجروا؟ أنت الآن حتى الآن تعتبرهم لاجئين، لاجئين، وبتشدد على الياء، بتشدد على الياء يعني. طيب يعني يعني الكيان السوري إمتى تأسس كأرضية؟ في عام 1900 مع الاحتلال والانتداب الفرنسي، الاستقلال في 46. لنعتبر كلتا الفترتين يعني هي فترة تشكين الدولة السورية، المرحلة مرحلة الانتداب ومرحلة الاستقلال. راح أعتبر مرحلة الانتداب كمان ملحق بمسألة تكوين الدولة. إذا بترجع للوثائق الفرنسية راح تلاحظ كمية السريان والآشوريين الذين تم استقدامهم من العراق إلى سوريا أضعاف أضعاف اللي جرى استقدام، يعني اللي أتوا إلى سوريا من الأكراد بعشرات المرات، إذا بترجع للتقارير الفرنسية والوثائق الفرنسية. هذا من جهة. من جهة ثانية الأرمن الذين أتوا بعد المذابح أيضا نفس القصة. يعني كم واحد كردي
إذا إجا من الـ من الـ من الـ لنفترض 1000، 2000، 10,000 كردي، أكثر من هيك شو بدك؟ أتوا من تركيا إلى، لنفترض هذا الكلام، لكن الأرض ما كانت خلاء، كان فيها أكراد. ومن يعني وعلم التاريخ بيقول، يعني رجع لعلم التاريخ وللمتخصصين في هذا الشأن رح يحكوا لك في هذه التفاصيل. بلاها قصة اللاجئين والمهاجرين والقصص هاي كلياتها، لأنه عم إذا بدك تحكي عن الأكراد فأنت يعني تنسف وجود الآشوريين، الآشوريين الآن سوريين أصلاء، السريان سوريين أصلاء، حتى ولو جابهم الفرنسي من العراق إلى سوريا وبنى لهم مدن، بنى لهم مدن، يعني مدينة تلتمر أو مدينة الدرباسية اللي أنا منها، الفرنسيين بناها، بنوا هاي المدينة للسريان اللي أتوا من تركيا، اللي أتوا من العراق، اللي كانوا موجودين في الأصل في سوريا. فما تحكي هالقصة، يعني هاي القصة أنت عندما تتحدث عن اللاجئين ينبغي أن تقول السريان لاجئين، الأرمن لاجئين، الشركس لاجئين، وأنت بتطلع شو؟ أنت من وين اجيت؟ يعني جدك الخامس أو السادس شو كان؟ راح تقول لي أنا من آل البيت، فأنت أصلك الحجاز. راح تقول لي أنا من تغلب، راح يطلع أصلك من اليمن. فبلاها هي القصة الممجوجة السخيفة، نتعامل مع الواقع السوري كواقع سوري. يعني الآن يرأى سوريا واحد اسمه بشار الأسد وآل الأسد، بترجع تاريخيا بتشوف انه هؤلاء يعني ايضا يعني مش سوريين، يعني على امتداد 1000 سنة او 500 سنة او ما بعرف شو. يرجع القبائل العلوية التي هاجرت من منطقة السنجار واستقرت في الساحل السوري، لكن هؤلاء سوريين دافعوا عن سوريا وثاروا على الفرنسيين، فيهم حافظ الأسد، فيهم صالح العلي كمان، فيهم حافظ الأسد، فيهم محمد عمران كمان، فيهم حافظ الأسد، فيهم يعني الكثيرين من الوطنيين مثقفين ونخب. بلاها هذا النزوع العنصري والطائفي المقيت. يعني أنا بقول هيك لأنه هذا السلوك في التعامل مع المكونات وعلى أساس فلول، أنت بتطلع شو؟ يعني أنت أولا عربي وسني، مسلم وسني، يعني هل إحساسك بالأغلبية العربية والأغلبية الإسلامية والأغلبية السنية يتيح لك أن تتعامل باستصغار واحتقار ومع بقية المكونات الأخرى؟ هذا اللي فهمته من العروبة، هذا اللي فهمته من الإسلام، هذا اللي فهمته من المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، هيك تعلمت، هذا اللي تعلمته من الليبرالية، قيم الليبرالية والديمقراطية، بهذه الطريقة ستبني لي سوريا، بهذه الطريقة ستحكم لي سوريا. إيه أنا إذا بتتعامل معي بهذه الطريقة راح فضل شرتح على انه يتولى رئاسة جمهورية سوريا المستقبلية على ان يتولاها كمال اللبواني. تعامل باحترام مع مكونات بلدك، مع مواطنين بلدك، تعامل باحترام كي يبادلوك الاحترام اضعافا، تستصغرهم وتهينهم وتصفهم بالقربات وبالنور، يعني رح يوقفوك عند حدك ويرجوك الحجم اللي الحقيقي لك. يعني فهذا السلوك ينم عن وعي، يعني لم يستفد شيء من كل هالمأساة السورية، من كل هاي التراجيديا السورية، لم يستفد شيء من العلوم والمعارف والتطور العلمي. هذا هو النقطة الأساسية، لا مركزية طبعا، لا مركزية يعني هي الفيدرالية، بس إن مسمينا لا مركزية مشان يعني تعريف الفيدرالية واضح إنه دولتين بيتحدوا
مو دولة بتصير فيدرالية، دولتين بيتحدوا بصيروا دولة فيدرالية اتحادية. أما النظام اللامركزي دولة بتتقسم، عرفتوا شلون؟ بتكون دولة مركزية بتصير دولة عدة دول. ايه بيعرف الفيدرالية بأنه هي اتحاد بين دولتين. مين قال لك هذا الكلام أستاذ كمال اللبواني؟ هذا اسمه اتحاد كونفدرالي بين دولتين مستقلتين، اتحاد كونفدرالي مش فيدرالية. أنت عندك حتى في هالجزئية فهم مغلوط للفيدرالية التي تعني الاتحادية، يعني مجموعة من الولايات أو مجموعة من المحافظات أو مجموعة من الأقاليم على أساس جغرافي أو على أساس عرقي تشكل دولة اتحادية هي فيدرالية. الدولة اللي أنا بعيش فيها بلجيكا نظام فيدرالي. هاي الدولة سنة 1800 ما كانت موجودة، 1810 ما كانت موجودة، 1820 ما كانت موجودة، 1830 وشوي صارت، يعني تشكلت نتيجة لحل أزمات وصراع في هذه المنطقة. يعني شافوا بالضرورة، يعني من الضرورة تشكيل كيان اسمه بلجيكا يعني، فتشكلت المملكة البلجيكية وصارت يعني دولة استعمارية. راجع تجارب الناس في النظم الفيدرالية، النظام الألماني نظام فيدرالي، أنت نظام اتحادي فيدرالي، ما تجي وتقول لي وألمانيا كمان يعني تقلصت وتمددت والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وقبل هاتين الحربين كيف كانت وكيف صارت، الولايات المتحدة الأمريكية والحرب الأهلية بين الولايات لم تكن دولة واحدة. أنت يعني بتحكي في التاريخ، بتحكي في السياسة، بتحكي بالمفاهيم السياسية، ينبغي أن تكون يعني الحد الأدنى يعني من الدراية والإلمام، ما تخلط بين هاي المسائل. يعني النظام بيقول النظام اللامركزي يعني تقسيم الدولة، لا يا عزيزي، تقسيم السلطة مش تقسيم الدولة. ما تشيطن نظام اللامركزي. أنت الآن أنا لا أعلم أين تعيش، ربما في أمريكا أو في إحدى البلدان الأوروبية أو في تركيا وكذا. فالنظام اللامركزي هو نظام توزيع سلطات مش تقسيم الدولة. على فكرة العرب لهم تجربة في هذا الخصوص. أنت من وين جايب هاي التجربة المركزية تبعيتك؟ من وين جايبها؟ يعني من النظام البعثي. العرب منذ الخلافة الراشدة نظام الولايات، الوالي وبيت المال والحسبة والدواوين والقصص، هاي كلها عبارة عن خصوصية استقلالية للولاية ضمن الدولة الإسلامية الواحدة، سواء كانت على زمن الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية. الإطار العام، الهيكلة، هيكلة الحكم والإدارة في التاريخ العربي كان يعني اتحادي فيدرالي ضمن دولة واحدة تنقسم تتحد، كل هذه التفاصيل هو توزيع للسلطة. النظام اللامركزي هو توزيع السلطة على الولايات على الأقاليم، هذا موجود ومتبع مش تقسيم الدولة. أنت كيف بتصدر هذا الكلام المشوه الغير حقيقي والمغلوط والخطأ عن النظام اللامركزي؟ هلأ أنت إذا بدك ترفض هذا الشيء ووعيك مركزي وشمولي، ما تجي تحكي لي عن الليبرالية. النظام اللامركزي هو الاعتدال، مش احتكار السلطة في مركز معين، في شمولية معينة في الإدارة وفي القرارات في الاقتصاد في كل في الاختصاصات. أنت ما فيك بهذا الوعي وبهذا السلوك، أنت كيف بتأسس لي كيان اسمه الليبرالي الديمقراطي، التجمع الليبرالي الديمقراطي؟ يعني اللي حواليك مصدقينك على هذا الكلام، انه بالفعل كل ما يصدر عنك هو انه عين الحقيقه، عين العلم، عين يستند على مراس وخبره ودرايه من تجارب الناس والشعوب؟ شويه رويه. انت لما بتحكي وتقدم محتوى على اليوتيوب
يعني حاول أن تهتم شوي حتى في قضية يعني انتقادك لمؤتمر قصد في بروكسل. يعني أنا أعلم أنه أنت شفت الفيديو تبعي، واضح من كلامك يعني أنك شفت هذا الفيديو. الأمانة تقتضي أنه أن تشير إلى بعض مصادرك، وثانيا عندما تأتيك المصادر تروى وتحرى، ويعني حاول أن تكون انتقاداتك يعني من أرضية الباحث، تصدر عن باحث، يعني مش كلام عشوائي هكذا كيفما اتفق، في الأسماء، في التواريخ، في التفاصيل. حاول أن تكون دقيق في هذا الموضوع، مش قضية أنه شلف كلام هيك كيفما اتفق، خبط عشواء. تروى، طول بالك شوي. إن كنت أردت معاداة شعب وقضية فتعقل، كن عدوا ذكيا وعاقلا، ويعني لكي واحد يحتار في كيفية الرد عليك، ما تكون يعني بهالهشاشة والتفاوت. أنا عندما يعني اضطررت نتيجة إنه كثيرين من الناس بيقولوا لي ليش ما بترد عليه وكذا، إيه شو بدي يرد عليه؟ يعني شو هالمحتوى الرصين القوي اللي يستفزني لحتى أرد عليه؟ يعني أنا التهافت لا يستفزني. الأمور التي تخلق لدي إحساس بالبحث والتحري هي التي تستفزني وتجعلني يعني تدفعني نحو الرد. فمسألة النظام اللامركزي يعني مش قضية إنه تقسيم الدولة، لا، تقسيم السلطات، توزيع السلطات، وعدم حصرها في مركز، في العاصمة أو في إقليم بعينه. هذا هو النظام اللامركزي. ما تشوه أو ما تشيطن هذا النظام، إنه هي الفيدرالية هي لامركزية، ولكن ليس كل لامركزية فيدرالية بالضرورة. ليس كل فيدرالية لا مركزية، لا، توسيع صلاحية الإدارات المحلية أيضا نظام لا مركزي، إلى درجة يصل إلى مثلا مناطق ربما تتمتع بالحكم الذاتي. هذا ليس نظام فيدرالي، حكم ذاتي شيء وإقليم فيدرالي شيء. هذا الخلط يا إما عن جهل أو عن عمد للمفاهيم، بس مشان تحرم شعب من حقه فتتعمد شيطنة اللامركزية. أصلا وفق القوانين الدولية، وإذا أنت مؤمن بالشرعية الدولية، فالأكراد يحق لهم حق تقرير المصير. إذا تنازل الأكراد عن هذا الحق لك وأرادوا أن يعيشوا معك في دولة فيدرالية، فأنت ينبغي أن تحترم هذه الرغبة، الرغبة الكردية إنه أن يعيشوا معك. إذا خفض الأكراد سقف المطالب إلى الحكم الذاتي، لازم تشكرهم إنه تنازلوا من حقوقهم لكي يتعايشوا معك في بلد واحد. هذا هو الأصل في الموضوع، مش قضية إنه تحاول تنسخ وجودهم أنت وغيرك لكي تبخسهم حقوقهم، وهي محاولة فاشلة. شو كمان؟ شو في عندك دكتور لبواني؟ والتأكيد على حل القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الإثنية الأخرى. شو حقوقه؟ غير حقوق الثقافية، غير حقوق إنسان، شو له؟ القضية الكردية في سوريا ما في قضية كردية، في لاجئين كرد في سوريا، هدول هن اللي عم يدعوا انه قضية، هن لاجئين كرد حسب توصيف الأمم المتحدة، هن لاجئين، لاجئين وليسوا شعب أصلي. يعني يتساءل شو حقوق الكرد؟ حقوقهم الثقافية، ولا وجود للقضية الكردية في سوريا، هناك لاجئين كرد في سوريا، حسب توصيف الأمم المتحدة هم لاجئين أو لاجئون، لا بالإي، بيشدد الإي، وليسوا شعب أصيل.
طبعا هذا الموضوع أنا حكيت عنه. أنت كل جهدك مركز على نفي أنه مش شعب أصيل. كيف بدي أقنعك؟ هل قبل تشكيل هذه الحدود وفوق أدبيات البعث، إذا أنت كنت بعثي، أنا ما بعرف أنت شو كنت، لكن من هذا النفس في شيوعيين كمان، يعني نفس شوفيني وفاشي يعني، لكن لأفترض أنه أنت بعثي أو ناصري أو عروبي أو قومي من التيارات القومية ولا يعترف بهذه الحدود وفق ما قرأناه في مناهج التربية والتعليم السورية، أنه حتى ديار بكر هي أراضي سورية أخذتها تركيا، كيليكيا وجبال طوروس ومنطقة ماردين وعنتاب وكلس، كلها أراضي سورية أخذتها تركيا. وبالتالي المواطن الكردي إذا اعتبرناه مهاجرا أتى من ديار بكر واستقر في القامشلي لا يعتبر، لأنه هي اسمها هجرة داخلية، مثل ما هلا كثيرين عشرات الألوف من حمص وحما ودرعا ومناطق أخرى أجوا واستقروا في القامشلي، ما نعتبر لاجئين لأنه هي هجرة داخلية. فهمت علي كيف يعني؟ يعني حتى في توسيع هذه المسألة، أنه هني رجع على بلدك، رجع على ما بعرف شو من هالشغل، باب الحارة والأبضايات ما بتزبط. أنت يعني مثل ما قال عادل إمام، بتحط نفسك في مواقف بيخة، ما بتزبط هيك يعني. لا، شو حقوق الأكراد؟ الأكراد حتى لو كانوا في سوريا 100,000 فهم شعب، 200,000 فهم شعب، 300,000 نصف مليون، مليون بصرف النظر. أنا مش من الأكراد اللي بيبالغوا بالإحصائيات والأرقام، لكن قولا واحدا الوجود الكردي في سوريا لا يقل عن 2 مليون، لا يقل. يعني طالما هن موجودين في، طبعا في ناس بيقولوا تعربوا و أكراد دمشق وأكراد المناطق الأخرى، نعم نعم، لكن هؤلاء أكراد حتى على مستوى العوائل في بيت الكردي وبيت أكراد في 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 درعا يعني. فمش مشكل مليون مشان خاطر محمد جمال بارود ومهند القاطع وكمال اللبواني، يبقى في سوريا مليون شخص، مليون كردي، مليون إنسان بيتنفسوا الأكسجين، بيأكلوا، بشر ما بيحكوا لغة أو بيحكوا لغة كمال لبواني وبيحكوا اللغة الكردية. هؤلاء الأكراد وفق القوانين الدولية شعب، إذا عندهم مظلومية وحقوق وهن غير معترف فيهم في الدستور السوري، فإذا عندهم قضية سياسية، قضية اعتراف بالوجود. قضية اعتراف بالوجود، شو هي حقوقهم؟ حقوقهم أنه الدستور السوري يعترف بهم، هذا أولا، مثل ما بيعترف الدستور البلجيكي بوجود الفلمان، بوجود الوالون، بوجود الألمان، بوجود الرومان، بالتنوع الموجود في بلجيكا، التنوع الموجود في 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 سويسرا، مثل ما الدستور الديمقراطي الحقيقي بيعترف بهذا التنوع، هذا ما يحق للسويسري يحق للسوري أيضا، كرديا وعربيا، سريانيا وأرمنيا وتركمانيا. ما تجي وتزايد في 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 شو حقوقهم؟ روح اطلع على حقوق الشعوب، شو هي، شو حقوق الشعب التركماني، شو حقوق الشعب الأرمني، شو حقوق الشعب السرياني. يعني مش مسؤوليتي جحلك في هذه التفاصيل، وبتسأل وبتجاوب شو أكثر من الحقوق الثقافية، ولا وجود للقضية الكردية، لا وجود للقضية الكردية، وجود للقضية الكردية طبقا للوجود التاريخي، طبقا للوجود الجغرافي، طبقا للوجود الديموغرافي الموزع على الشريط الحدودي والمتدرج حتى درعا.
على مستوى عوائل، على مستوى أفراد، على مستوى تجمعات في العاصمة، في حلب، في العاصمة الاقتصادية، في العاصمة السياسية، في الساحل السوري، وصولا حتى لبنان، وصولا حتى فلسطين. أنا في 2019 كنت في فلسطين. أنا ما رحت على، يعني رحت على رام الله، رحت على دولة فلسطين بدعوة رسمية من وزارة الثقافة الفلسطينية. حضرت مؤتمر الرواية اللي كان عنوانه، اللي كان يعني تحت عنوان غسان كنفاني اللي قتله الإسرائيلي اللي أنت رحت لعنده وصرت طالب الإسرائيلي. أنا رحت على فلسطين، بلدي وأهلي وناسي وأحبابي وقضيتي كمان، مثل ما القضية الكردية قضيتي، القضية الفلسطينية قضيتي. أنا رحت عند الضحايا، أنا رحت عند المسجونين، أنت رحت عند السجان. فمسائل يعني في هيك أمور مبدأ مزايدات في المسائل الوطنية وحتى في المسائل الإنسانية وقضايا الشعوب. رجعا، ما في وجود للقضية الكردية، هنالك لاجئون حسب توصيف الأمم المتحدة للاجئين. شو توصيف الأمم المتحدة للاجئين؟ أنت هلا حاليا طبعا أنا أطالبك بإبراز توصيف الأمم المتحدة للاجئين. اللاجئ في ألمانيا أو في أمريكا أو في بلجيكا، أنا كنت لاجئ في بلجيكا لكن الآن أنا مواطن بلجيكي، أحمل الجنسية البلجيكية والباسبور البلجيكي. صفة اللاجئ قانونا وعرفا وأصولا أصبحت من الماضي، من الآن مواطن. اللاجئ فترة زمنية معينة وفق القانون السوري، بعد مضي 5 سنوات على الشخص إذا استقر في سوريا واللغة العربية وعد إلى قانون الجنسية السورية، راح تشوف اللي هاجر إلى سوريا سنة 50، سنة 60، سنة 70، سنة 80، حتى 80 إذا في كردي هاجر من تركيا أو من القمر أو من المريخ ونزل على دمشق من سنة 80، يحق له أن يصبح مواطنا سوريا، تنتفي عنه صفة اللجوء. الأكراد مش لاجئين أبديين عند حضرتك، يعني حطها حلق بإذنك، لا عندك ولا عند المعارضة ولا عند النظام تبعك. الأكراد أقحاح وأصلاء وأصحاب أرض وأصحاب قضية، وأنت بهذا السلوك لا تختلف أو تتميز قيد أنملة. شو أنملة؟ شعرة عن بشار الأسد، عن حافظ الأسد. وهذا السلوك ينبغي أن تعتذر للسوريين أولا، للسوريين، لأن هذا السلوك سلوك عنصري يسيء إلى كل السوريين، أرمن، سريان، شركس. شو واحد بيجي لي بيحكي لك إنه حقوق شركس، شو حقوق الشركس؟ بيحكي لك أرمن تركمان، شو حقوق التركمان؟ مين التركمان؟ الأرمن، أو أرمن كلهم مهاجرين كذا، مهاجرين صار لهم 100 سنة يا بني آدم، 100 سنة بهاي الأرض، عظامهم فيها، بيخدموا البلد، عاشوا وتعلموا وجيل بعد جيل. شو هالسلوك الديمقراطي والليبرالي تبعك؟ شوف اتعلم الألمان كيف تعاملوا مع السوريين. الآن في عشرات الألوف من المجنسين السوريين في هاي الفترة القريبة من 2015 لحتى الآن، في يعني في العقد الأخير. تعلم 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 من المجتمع الغربي اللي يعني أنت مساوي تجمع ليبرالي وديمقراطي. يعني شو هن الأكراد حسب توصيف الأمم المتحدة؟ إنه هن لاجئين وليسوا شعبا أصيلا. شو هو السقف الزمني اللي الواحد يكون مواطن تستوفي يعني شروط وحقوق المواطنة؟ الولايات المتحدة الأمريكية هل كلهم أقحاء؟ ما عمر الولايات المتحدة الأمريكية أكتر يعني كترت 300 سنة، الأكراد صار لهم 1000 سنة في دمشق على زمن الحقبة الأيوبية. يا بني آدم أنت وين يعني بتحط نفسك هيك في مآزق أخلاقية وثقافية وسياسية ومعرفية؟ ما بعرف يعني
يعني كيف بدك تضبط أمورك؟ يعني شو في عندك كمان؟ تفضل. وآخر شيء بالبيان الختامي، عاشت سوريا حرة موحدة ديمقراطية لا مركزية، موحدة ومقسمة. هذا هو، هذا كل اللي بدهم اياه. بدهم هن يعني البيكيكي وقت دعا للمؤتمر دعا يعني ليحدد هدول 3 شغلات: لا مركزية، مكونات، ايه، وانه دولة علمانية ما لها علاقة مدري شو، وسوريا مكونات، يعني مشروع الاسرائيلي انه سوريا فيدرالية حتى لا تقوم لها قائمة على مدى العصر. طيب فدرالة سوريا وانه قسد والمشروع الفيدرالي في سوريا اسرائيلي، مشروع اسرائيلي. لهالدرجة انت بتكره اسرائيل؟ يعني تنبذ اسرائيل وبتكرهها وبتكره المشاريع الاسرائيلية في سوريا؟ ما انت طرت لاسرائيل وبتجي بتحكي عن، هلا انا عندي 100 مأخذ، 1788 مأخذ على إلهام أحمد، بس أنت بحياتك شفت إلهام أحمد زارت إسرائيل؟ بحياتك شفت مظلوم عبدي زار إسرائيل؟ بحياتك شفت قيادي كردي من 57 وحتى الآن، قيادي كردي سوري من أكراد سوريا وطأت قدماه أرض إسرائيل وطلع على التلفزيونات بوقاحة كي يتبجح ويبتسم؟ يعني في 2014 لسه، يعني قبل 10 سنوات، شفت قيادي كردي هيك أو من الدرجة العاشرة راح على إسرائيل؟ لا لا تقول لي كم واحد كردي من هون وهون ونكاية بالعنصريين والقوميين العرب أمثالك بيرفعوا العلم الإسرائيلي وكذا. هذا على مستوى النخب، على مستوى المثقفين، على مستوى يعني شو بدي اقول لك، يعني شفت شيء حتى تجي تزود على الاكراد فيما يتعلق بالعلاقه مع الاسرائيلي؟ شو فيدرالية مشروع اسرائيلي؟ شوف استاذ لبواني، انت واخرين، يعني لو اسرائيل بالفعل عندها قرار تشكيل دوله كرديه لكانت ساوت دولة كردية يعني في سوريا أو في العراق أو في، هلا أنا لا أنفي وجود علاقات بين التيارات السياسية الكردية العراقية وإسرائيل، أنا ما بنفي في هذا الخصوص، بس التيارات الكردية التركية ومنها حزب العمال الكردستاني، حزب أوجلان قاتل إسرائيل في 82، أنت وين كنت؟ أنت شو كنت عم تساوي سنة 82؟ حزب أوجلان قاتل، اللي أنا وياك نتفق وفي في في نقد هذا الحلف، هذا الحزب، ويعني كل واحد منا من زاوية مختلفة، يعني أنا بنتقده بطريقة لكن أنت تنتقده في إطار موقفك العدواني من الأكراد ومن القضية الكردية ومن الشعب الكردي. روحوا على بلدكم، شو عم تساوي؟ هذا كلام يصدر عن معارض سوري ديمقراطي معتدل والليبرالي وعاقل وبيحترم نفسه. روح على بلدك، انت وين عايش هلا؟ انا ما بعرف، يا ريت المعلقين يعطوني صوره عن البلد اللي انت بتعيشه. المحتوى اللي انت بتقدمه منافي للقانون. هذا الفيديو اذا كان في، انا مش فاضي، بس اذا كان في اكراد او سوريين بيرفعوا عليك يعني دعاوي خطاب كراهية وعنصرية يا أستاذ لبواني، فما تحط حالك في مآزق أنت يعني هذا التخبط وهالفوضى، أنت كيف كنت رح تستلم يعني منصب قيادي إذا سقط نظام الأسد؟ إذا راح نظام الأسد يعني بتصير وزير داخلية؟ بدك تعمل السجون مسالخ، بتصير وزير خارجية، بتصير وزير إعلام، بتصير مثل محمد سعيد صحاف وقبلس. كيف يعني؟ شوفوا كيف يتعامل مع السوريين. اتفضل نورنا
بمساعيك الحميدة واللي تنم عن استقلالية وخصوصية ولباقة وكياسة وعدم ارتهان وارتباط للأجنبي. اتفضل أستاذ لبواني. هذول هن صور. إذن كله ثابت بالأدلة والوثائق أن هودي جماعة يتعاملوا مع منظمة إرهابية ويتمولوا من منظمة إرهابية. رح نحطه إن شاء الله على قائمة المشبوهين، ونطلب مخابرات تركية تدرجهم عندها على القوائم، قوائم الذين يتعاملون مع الإرهاب، وبشكل خاص اللي عم يروحوا على تركيا، يعني مثل النحاس بيدا النحاس، لأنه هذا الزلمة شغال مع منظمة إرهابية، مع البي كي كي، مو مع مساد ولا مع بي واي دي، البي كي كي يتمول ويعمل لتقسيم سوريا. نحن بالنسبة لنا كون لست أنا هو الذي يقول يعني سيطلب من المخابرات التركية إدراج المشاركين في مؤتمر قسد في بروكسل على قائمة الممنوعين من دخول تركيا. مين بيساوي هذا الشغل؟ كتيبة التقارير. أنت بتكتب تقارير للمخابرات التركية أستاذ لبواني؟ يعني هي عم تفضح حالك. بدك تطلب من المخابرات التركية يمنعوا عبيدة نحاس؟ اتفضل. بدك تطلب يعني اعطي القوائم للمخابرات التركية مشان يعني الآن أنت بهذا الكلام ضبطت متلبسا مع يعني بالتخابر مع الجهات الأجنبية والاستخبارات الأجنبية، شيء مع إسرائيل، شيء مع تركيا، وشيء مع الأمريكيين. يعني طيب هيك شخصية، هيك نموذج، كيف بدي أسمع منه كلام وطني؟ كيف بدي أسمع منه كلام عن الديمقراطية ومستقبل سوريا؟ هات اقنعوني يا أقطاب المعارضة السورية. يعني أنتم مسؤوليتكم الكبرى في الرد على هيك نماذج، الرد بمقتضى ما يجمع السوريين من تاريخ مشترك، ما يجمع السوريين من مأساة مشتركة، ما يجمع السوريين من أمل ومستقبل مشترك. إذا كنا بنشتغل على يعني هذا الهم السوري والمعاناة السورية، أنتم ينبغي أن تردوا على هذا السلوك العنصري والفاشي حيال السوريين. لك هذا بده يكتب تقارير فيكم عند التركي وبيقول جهرا، والناس بتشوفه وبتعطيه إعجابات وبتعطيه مشاهدات وما بعرف شو. هذا شو هذا السلوك؟ شو بنسميه في العرف السياسي، في العرف الوطني؟ هذا له علاقة بالوطنية؟ له علاقة بالحراك الديمقراطي الليبرالي انه واحد يحاكي السويديين ويعني يفشل ما اجتماع؟ انت تختلف معه، انا اختلف مع قسد مثلا، لكن انا لا اتواصل مع البلجيك لكي افشل مؤتمرا معينا اقول لهم انه والله حزب العمال الكردستاني وراء هذا. انا انتقد يعني في حساباتي، في مقالاتي، في من على التواصل الاجتماعي، لكن لا اتخابر مع جهات اجنبيه واحاول ان اعرقل المؤتمر هنا وهناك. اللبواني اعترف بيقول يعني بصريح العبارة، وهي مش أول مرة، راجعوا الفيديو تبعه، حاكي أنه عرقل اجتماع معين في التواصل مع السويديين ومع التحالف الدولي ومع الأمريكيين وحاليا مع اي نعم اي ام اي رح نتواصل مع الأتراك حتى يدرجوا عبيد نحاس وما بعرف مين، أنه ممنوع عليهم يدخلوا تركيا. إيه نعم، منظمة إرهابية بتواصل مع وأنا أشترك مع التركي في هاي المسألة. كلام أنت مهزوز متهافت، ويعني اعترافات تدينه في وطنيته وفي ديمقراطيته وفي وشو كمان شو كمان يا يعني استاذ لبواني نورنا. انت ما عم تحل شيء، انت عم تعقد المسائل.
في النهاية لاجئ امبارح جيت صار بدك تعمل دولة، روح ارجع على بلدك الله معك. فأخذنا قرار بالتحالف انه الكرد الذين يتكلمون الكردية في الشمال السوري هم لاجئون وليس لهم اي حق. والعلاقات بينه وبين اسرائيل كمان بنعمل لكم عليها فيديو بفرجيكم كيف انه الكرد اذا هن اصلا ميديين كما يدعوا، فالميديين اولا هن فرس، يعني هن ايرانيين وليسوا من الشرق الاوسط. ثانيا هم القوه الاساسيه اللي سبت اليهود، وكل يهود ايران والعراق هن مسبيين على يد الكرد اذا الكرد صحيح هيك. اما اذا الكرد ساسانيين فقط يعني بعدين اجوا، يعني عائلتين ثلاثه اجوا كذا الى اخره من الهند، فبكون شغله ثانيه، بس كمان نحكي لكم عليها. اعتقد انه كمان انا رديت في هذا الـ يعني التفصيل انه يطالب الاكراد بالعوده الى بلدهم. طيب مش مشكلة الأكراد يرجعوا على بلدهم، الأكراد الموجودين في الشروط الحدودي نرجعهم على تركيا. طيب الأكراد الموجودين في درعا شو نساوي فيهم؟ نبيدهم. الأكراد الموجودين في الساحل السوري اللي حتى الآن بيحكوا كردي، قرى كردية موجودة في منطقة الغاب، منطقة حماة، أكراد موجودين في 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 دير الزور حتى، هدلون شو نسوي فيهم؟ نبيدهم؟ يعني نلاقي حلول ناجعة لحتى تتخلص من كل شيء اسمه كردي في سوريا، كل شيء يعني قيمة حضارية ثقافية. أنت بس تتخلص من الكردي بعدين بتقول تعالوا يا تركمان أنتوا كمان رجعوا لبلدكم تركمانستان أو تركيا. الأرمن أنتوا شو عم تسوون؟ رجعوا لأرمينيا. السريان أنتوا رجعوا وين بدك تكتب السريان كمان مثلا؟ الشركس، الشتشان، رجعوا للقفقاس. شو هالتطهير هذا؟ هذا تطهير عرقي سياسي، هذا تطهير عرقي سياسي وكراهية ونفس عدواني مخالف للقانون. يعني بيحكي عن انه اخذ قرار من التحالف ان الذين يتكلمون بالكردية في الشمال السوري هم لاجئون وليس لهم اي حق. طالع لي هذا القرار التحالف الدولي يعني بالغلا ما بيشتريك بخمس قروش مصدية على الزمن اللي كان الخمسة قروش لها صوت حكي وحضور يعني قبل قرن. فشو جاي تقولي تحالف الدولي؟ تحالف الدولي متحالف مع قسد، بيسمع على قسد وما بيسمع على ألاء. التحالف الدولي بيسمع للكل، ممكن أن يسمع لك أيضا ممكن، لكن لا يأخذ كلامك على محمل الجد بدليل الوضع اللي انت فيه حاليا. يعني وبيحكي عن العلاقة عن الكرد وإسرائيل ويخوض في التاريخ وينفي وجود الأكراد، ويعني غريب 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 هذا السلوك. طيب اتفضلوا المعارض الوطني الديمقراطي الليبرالي شو طلب من إسرائيل؟ شو طلبت من إسرائيل دكتور لبواني؟ فضل. أنا درت على كل الدول طالبت، تركيا فشلت والأردن فشلت، اليوم مو بنجرب مع إسرائيل. هل تستطيع إسرائيل أن تساعدنا لفرض منطقة آمنة على حدودها؟ منطقة آمنة منزوعة السلاح، يعني أنا ما بدي يحمولي مقاتلين ولا بدي شيء، بدي أطفال ونساء وأقدم خدمات إنسانية. إذا أنتوا جاهزين تقبلوا هذا الموضوع وتساعدونا فيه فبيكون كتير منيح، تكون رسالة مهمة جدا بهذا الجو من الدمار. دكتور لبواني بيطلب من إسرائيل في 2016 منطقة هزيلة، منطقة آمنة، يعني نحن واللبنانيين خلصوا من أنطوان لحد. ودكتور لبواني كان عنده مشروع أنه يكون أنطوان لحد في 2016،
هيك نموذج بيشوه المعارضة وبيشوه الوطنية السورية وما بيشرف المعارضة. هيك نموذج يعني أنا ككردي وكسوري يستحيل، يعني شو ما صار شو ما صار أن أطلب من الإسرائيليين يعني منطقة آمنة، أو أن أطلب من الأتراك منطقة آمنة، أو أن أطلب من مين؟ ما بطلب من الأردن منطقة آمنة، ما بطلب. هل دول الجوار وفق مقتضيات الاتفاقيات والتعاملات الإقليمية والدولية ممكن لأغراض إنسانية تساوي شيء، بس أنا ما بطلب، وخاصة من إسرائيل تجي بتزايد على الأكراد. أنت رايح حاكي أنه أنت ينبغي لإسرائيل أن تنفتح على الشعب السوري اللي أنت بتمثلون، أنت طالبت إسرائيل أنه وقدمت نفسك كممثل للشعب السوري، جاي هلأ تحكي عن قسدي ومسدي وما بعرف شو، يعني قليل قليل من الحصافة، مش كتير لحتى تكون متوازن ولا تعول على ذاكرة الناس أنه هي ذاكرة هشة، ولا تعول على يعني الردود اللي ممكن، لا، في ناس بإمكانهم يردوا عليك بهدوء وروية وبالسند وبالدليل الذي يخرس. وإذا أنت يعني ممتلك لهذه الأدوات كنت سأرى هذا في المحتوى اللي أنت قدمته في هذا الفيديو. خير ما أختتم به كلامي هذا العودة إلى الفيديو الأول، وكيف يصدر نفسه كممثل للشعب السوري، وأطلب أو أطالب كل تكوينات المعارضة السورية كلها والمعارضين السوريين فرادى وجماعات، يعني هل هذا الرجل الدكتور كمال لبواني يمثل ما حدا يقول لي لا يمثل المعارضة ولا يمثل المعارضين؟ إذا لا يمثل تبرأوا منه وانتقدوه، لأنه هنالك من يستمع إلى هذا الخطاب المدجج بالكراهية، المتخم بالأكاذيب، يعني المترع بالافتراءات والأباطيل والاختلاقات والمستويات التهافت والتفاهة أيضا. يعني هذا الخطاب في منه يعني كمان كردي على كردي، كمان في يعني لا يخلو الأمر، لكن أنا أرد، أنا من جانبي ككردي يعني أرد على كمال اللبواني اللي في لبوس كردي، على العرب أيضا أن يردوا على كمال اللبواني، لأنه يلحق الإساءة بهم وبوطنهم وبحراكهم المعارض. أكتفي بهذا القدر، وأترككم مع المعارض الوطني الليبرالي الديمقراطي كمال لبواني من قلب إسرائيل. وفي قلب إسرائيل يحدثكم دون خجل دون حياء، مبتسما مقدما مشاريعه لدولة إسرائيل التي لم تبقي حجرا على حجر في غزة، ولم تبقي يعني دمرت لبنان أيضا في 2016. هذا هو كمال لبواني، وفي 2024 كمال لبواني. انتوا شفتوا كيف مستويات المزايدة في الوطنية وفي الحرص على سوريا حيال الكرد ومساعيه المتهافتة لنفي وجودهم ونفي قضيتهم العادلة. سيد كمال، لماذا أنت هنا بإسرائيل؟ أنا هنا لأنه الغائب الوحيد عن القرار الدولي اليوم هو الشعب السوري، مع أنه هو المعني أساساً، فيجب أن نسمع صوتنا ويجب أن ننقل معاناة هذا الشعب، ونقول هناك شعب سوري معتدل قادر على أن يكون شريك في هذا التحالف، وهو الخيار الحقيقي
الذي يجب أن يعتمد في سوريا. ليس علينا أن نختار بين بشار أسد وبليشياته أو بين الإرهاب وعصاباته، وبالتالي نحن موجودون، نحن نريد أن نكون شركاء في صناعة مستقبل آخر، نريد الحرية والديمقراطية. لا يمكن محاربة الإرهاب بالديكتاتورية ولا الجريمة بالجريمة، يجب دعم الشعب السوري الحقيقي اللي أنا أثق فيه واللي أنا أمثله.